مساء الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي منصة أبو كبير ميديا. معكم الأسكندرية إسلام رضا مع المسحرات الفرفوش عم حسن الجميل العسل اللي بجد لما بيمشي في أي شارع بيعمل بهجة كبيرة جدا جدا زي ما انتوا شفتوا من شوية، والأطفال ملمومة حواليه عشان تتفرج على الحاجات الجميلة اللي هو بيعملها، والناس بتقعد تقول له نادي بأسامينا والحاجات الجميلة اللي انتوا شفتوها. هيكون معنا دلوقتي في عجالة عشان نسيبكم كمان تتفرجوا على حاجات كتيرة بيعملها عم حسن. ازيك عم حسن؟ ازيك حبيبي؟ كل سنة بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين وأهل مصر طيب وكله يبقى بخير بخير وسلامة بأمر الله يا رب. وفرحة لينا ولعيالنا الصغيرين والبناتنا كبار برضو، والحمد لله رب العالمين يعني، وربنا قوينا.
قول لي بقى انت بقالك كام سنه بتشتغل مصحراتي؟ انا بقالي اكتر من 30 سنه. 30 سنه؟ اكتر من 30 سنه مصحراتي. يعني يعتبر انت من اقدم مصحراتيه في اسكندريه ومصر؟ طبعا من ايام جوز خالتي ووالدي من وانا عيل صغير. يعني مين اللي كان يعني تطلع تشتغل معاه في الاول؟ انا كنت بطلع اشتغل مع جوز خالتي وعيال خالتي. وابتديت تحب الحاجه دي؟ وابتديت احبها. ليه؟ انا كنت عاشق الطبل قوي. انا ما كنتش بعرف اضرب على الكاس. كنت الاول كان ضربتي انا على الطبل. ايوه. بس الحمد لله رب العالمين برضو واحده واحده من وانا عيل صغير برضو عرفت ادوق. انت العزف اللي انت بتعزفه بالبتاعة دي انت متعلمه ولا دي حاجة بتيجي من دماغك كده؟ لا انا متعلمها من جدي. من جدي؟ اه. ما حدش يعرف يضرب على الكاس اللي انا بضرب عليه. ايوه. طب انت لما تنزل الشارع كده بتتجول ايه يعني؟ اوصف لي بقى الناس بتقول لك لا إيه؟ الحمد لله رب العالمين يعني البني ادم باحترامه واخلاقه مع الناس فالناس كويسة والناس حنينة ما فيش حد وحش. الناس تمام معايا الحمد لله رب العالمين. محدش بيقول لي لا ده ازعاج لا مش ازعاج لا كلها مبسوطة كلها جميلة كلها الحمد لله رب العالمين. يعني من حب في خلق الله يعني الحمد لله. انا عايز اقول لك ان كومنتات الناس كلها عماله تقول لك ما شاء الله ايه الجمال والفرحه واللي انت بتعمله ده كله. ربنا يخليكم يا رب. ربنا يخليكم كله من زاويتكم ومن زاويه الناس علينا ومن زاويه ربنا سبحان الله وتعالى. انت بتنزل من الساعه كام للساعه كام؟ انا يعتبر يعني المفروض يعني انزل من الساعه 10 10 ونص كده 11 بالكتير يعني. لحد الساعه كام بقى؟ بالكتير او لحد الساعه 4 يا دوبك. هو يقول بس قبل ما يقول ارفع الاذان ارفع الميه صايم بقوم شايل ايدي على طول. ايوه خلاص. معاك بقى الراجل الجميل اللي معاه الطبله الجميله دي اسم حضرتك ايه بس اول؟ اسمي ياسر. عم ياسر الطبله دي انت برضه اتعلمتها ازاي وامتى وبقالك قد ايه شغال مع عم حسن؟ انا بقالي فتره كبيره يعني عشره عمره برضه فاتعلمت الطبله معاه فكنت بشوفه بيمشي وكده هو صاحبي كنت بشوفه بيمشي فخدني معاه فاتعلمت. أيوة. بقينا نطلع مع بعض بقى على طول. بقى لك كام سنه بقى مع بعض؟ يعني زاد عن 15 سنه لحد دلوقتي. 15 سنه؟ اه. انا بالنسبه لي معاه هو. طب والطبله هو كان بيطلع قبل مني بكتير. الطبله اللي انت بتضرب عليها دي انت متعلم الضرب عليها؟ ايوه. لا لازم انا اعلمه. لازم انا اعلمه. لان لازم ضربه الطبله ترن مع ضربه الكاس. مع بعض. ما ينفعش تبقى ضربه مخالفه غير الضربه ما ينفعش. هبقى انا لا مؤاخذه يعني يبقى ماشي بهبل. ما ينفعش يعني انت عايز ما ينفعش لازم تكون الضربه اللي انا بضربها مع الكاس لازم تكون زي الطبله بالظبط. يعني ده ايقاع مترتب. ايقاع مترتب. ما ينفعش ان هو يخلط معايا عصايته مع طبلته ما ينفعش. مش هعرف اشتغل. ايوه. لان امبارح زي ما انا قلت لحضرتك كده ما ينفعش ان انا اجيب حد بديله. صحيح. مش هينفع اجيب حد بديله. أيوة. ليه هو اللي معايا هو اللي بيدلع الطبله هو اللي بيرقص الطبله هو اللي بيخلي الطبله تتكلم زي ما انا بخلي الكاس معايا يتكلم. ايوه. يعني سهله وصعبه للي فاهمها. انت وانت في الشارع بتعمل حاجه جميله دي بتحس بايه بقى يا عم ياسر؟ والله انا ببقى فرحان طبعا بالاطفال اللي حوالين مننا والناس اللي هي بتبص علينا بتبقى حاجه حلوه طبعا. بيبقى الواحد مبسوط. فرحه لينا ورمضان. يعني فرحه لينا ورمضان. الواحد لما يسعدش الاطفال الصغيره او ما يسعدش بناتنا الكبيره فالحمد لله. حاجه جميله جدا منك يا عم حسن. ربنا واقف حواليك الاطفال. ربنا يخليك. الاطفال كلها حلوه وكويسه واي حد بيقول لي على اي اسمه بقول عليه. كل شارع تلاقي قد دول مرتين ورا. يعني احنا ده دول ولا حاجه. ده كده ده كده ولا حاجه. ده انت كمان لو جيت اول يوم العيد اول يوم العيد بسم الله ما شاء الله يعني اول يوم العيد اول يوم العيد بلم هديت. كل سنه وانت طيب باذن الله. هنجي لك وابو كبير ميديا تكون معاك في ان شاء الله باذن الله في العيد. جودي واسير وشاحن. حاضر يا ست الحاج. بتعمل ايه يا حاجه قولي لي؟ قول له قول شاحن واسير وشاحن. اولادك؟ اولاد لا اولاد احفادك. بتحب المسحراتي؟ قوي. بتحس بايه بقى وانت بتتفرج عليه؟ بحس بالفرحه. ربنا يديك الصحه يا حاج. يعني احنا دلوقتي عشان خاطر نتفرج على الحاجات الحلوه بتاعت عم حسن والناس كلها عماله تقول عايزين نتفرج عايزين نشوف الحاجات الحلوه. بيت رمضان وبعد عليكم الايام. هنكون معاكم دلوقتي مع عم حسن وعم ياسر عشان نتفرج على الحاجات الجميله اللي هم بيعملوها ونسيبكم تعيشوا مع جو المسحراتي اجمل جو ممكن تعيشوا في رمضان عشان خاطر تحس بطعم رمضان وفي الشارع والزينه والحاجات اللي احنا شايفينها دي. يلا بينا بقى عم رمضان. يلا بينا. توكلنا واعتمدنا عليكم.
شفت دلوقتي المسحرات الفرفوش، بجد مسحرات الفرفوش رزق. عم حسن احد علامات منطقه الورديان محافظه الاسكندريه، الراجل الجميل اللي بيعمل حاجات جميله، وزي ما انتم شفتوا النهارده فرحنا وفرح كل مشاهدينا الكرام وفرح كل الاطفال اللي حوالينا. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في لايفات جديده من حاجات جميله جديده في محافظه الاسكندريه. انا معكم اسلام رضا، منصه ابو كبير ميديا.